لك أهلين، مرحبا بكم أحبائي. مؤخرا توجد إشاعة منتشرة بالشكل الكبير وسط كل العرب ووسط كل الأكراد والأمازيغ الذين يعيشون هنا وسط اللاجئين والمهاجرين والأجانب. هذه الإشاعة تقول بأن ألمانيا والحكومة الألمانية هدفها من كل هذا الأمر، يعني اللجوء الهجرة، هو استغلال الجالية المهاجرة اللاجئين الذين دخلوا إلى ألمانيا، استغلالهم من أجل مصالح مخفية. صراحة بالنسبة إلي رأي، لكن رأي لن أقول عنه رأي غبي، لكن رأي ليس له مكان من الصحة. واليوم وفي هذا الفيديو سأخبركم بالدليل القاطع بأن هذا الأمر ليس له مكان من الصحة. أنا لست هنا لكي أدافع عن ألمانيا، أنا هنا لكي أدافع عن الحق. وفي فيديوهات كثيرة أيضا أنتقد ألمانيا وأنتقد سياستها، لكن عندما يكون الأمر فيه تكذيب أو تكبير لإشاعة فإنني في تلك الحالة من حقي وواجبي أن أدافع عن الحكومة الألمانية وأن أدافع عن هذا، يعني أن أدافع عنها. كيف وصلتني هذه الإشاعة في البداية؟ يوم أمس عندي بعض الأصدقاء العرب من اللاجئين والمهاجرين الذين أعرفهم في المدينة التي أسكن بها، ألتقي بهم يعني مرة بشكل أسبوعي، نلتقي مع بعض، نجلس في مقهى، نتكلم، نتشاور، نشرب شاي، نشرب قهوة، يعني جو جميل، جنسيات عربية مختلفة، نقضي وقتا جميلا. أنصح أغلب الأصدقاء يعني العرب أكراد أمازيغ أن يجتمعوا فيما بينهم ويتبادلوا الحديث. تبادلنا الحديث وواحد مؤكد ومصمم على أن دخول اللاجئين ودخول المهاجرين إلى ألمانيا عنده يعني شيء فيه إن على أن الحكومة الألمانية تريد استغلال اللاجئين واستغلال أبنائهم، وتريد أن تشغلهم وتريدهم فقط من أجل أن يدفعوا الضرائب لا غير. صراحة أنا استغربت وقلت يعني كيف يعني هذا الكلام؟ يعني ألمانيا فتحت أبوابها لأنها تبحث عن عبيد، تبحث عن ناس تستعبدهم، ناس يشتغلون ويدفعون فقط الضرائب. غريب، يعني الشخص الذي يشتغل ويكسب أقل من 1400 أورو لا يدفع ضرائب، إذن الفقير لا يدفع ضرائب. من يأخذ 2000 يورو يدفع فقط جزءا بسيطا من الضرائب. من يكسب كثيرا يدفع ضرائب كثيرة، هذا معروف به في ألمانيا. فلماذا شخص يشتغل ويكسب 1000 يورو ويذهب ويدفعها 1000 يورو ضريبة؟ هذا صراحة أنا لم أفهم هذا الأمر بالصراحة. ألمانيا أقولها لكم، ألمانيا طبعا في حاجة إلى ناس، في حاجة إلى يد عاملة، في حاجة، لكن أيضا في حاجة إلى دكاترة، في حاجة إلى مهندسين، في حاجة إلى فنانين، شعراء، متعلمين، أدباء، في حاجة، يعني في كل المجالات هي محتاجة للناس. لماذا؟ ألمانيا دولة شاخت، كبرت في السن، يعني جيل كبير من الألمان سوف يخرج قريبا إلى التقاعد. في العشر السنوات المقبلة سوف يخرج أكثر من 10 ملايين ألماني إلى التقاعد. مصيبة 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 بالنسبة للألمان. 10 ملايين ألمان سوف يخرجون من التقاعد، يعني سوف تصبح أكبر مشكلة. المدارس لن يعد فيها معلمين، سلك الشرطة لا يوجد ناس في الشرطة، في السلك التمريض، في سلك الصحة، في سلك يعني كل الأسلاك في ألمانيا ستكون فارغة. لو كنا هنا نقول بأن ألمانيا تريد مثلا استغلالنا نحن المهاجرين، نحن الأجانب، نحن اللاجئين، فكان يعني كانت سوف تدخلنا وسوف تشغلنا فقط في المناجم أو في يعني الزبالة أو في التنظيف. هذه الأمور
هنا أقول لك بأنه هي فقط تبحث على ناس تستغلهم، وهي عملت هذا الأمر. ألمانيا عملت هذا الأمر. مع من عملت هذا الأمر؟ عملت هذا الأمر في الستينيات وفي السبعينيات مع الأتراك والإيطاليين والبرتغال. كيف؟ كل الأتراك الذين يعني تلتقون بهم هنا في ألمانيا، كيف جاءوا إلى ألمانيا؟ آباؤهم جاءوا في الستينيات والسبعينيات. ألمانيا عملت عقودا مع تركيا بأن يأتي ما يسمى بغاست أغبايتا، يعني شغيل ضيف. عملت عقود، هناك شركات بتركيا بحثت على ناس، من يأتي يشتغل في بناء الطرق، من يأتي يشتغل في المناجم، من يأتي يشتغل في كذا، وعملت عقودا لمدة سنة سنتين ثلاث سنوات، وجابت الناس وكانوا يرحبون بهم وكانوا يلتقون بهم في المطار ويصفقون عليهم عندما ينزلون. أنصحكم أن تشاهدوا فيديوهات على اليوتيوب كيف كان الألمان يعامل الأجانب وكيف كانوا يعاملون المهاجرين في الستينيات والسبعينيات. كانوا يصفقون عليهم، والمهاجر رقم مليون كان تركي حصل، يعني استقبلوه العمدة، استقبلوا وأعطاه موتوسيكل موتورد، يعني دراجة نارية، وصفقوا عليه، وكانوا يأتي البنات الألمانيات لكي يشاهدون الشباب الأسمراني إلى آخره. يعني كانت فيديوهات مضحكة جداً. لكن ألمانيا كانت تظن بأن هؤلاء الناس سوف يأتون إلى ألمانيا، عندهم عقد متاع سنة سنتين ثلاث سنوات، بعد ذلك عندما ينتهي من الشغل سوف يغادر ألمان، يعني يغادر ألمانيا ويرجع إلى تركيا. ماذا عمل؟ جاءوا إخواننا الأتراك إلى ألمانيا، اشتغلوا سنة سنتين، زادوا معهم عقد سنة، جاب عائلته واستقروا في ألمانيا، وبقيوا 20-30 سنة ولم يتعلموا لحد الآن اللغة الألمانية. فهم دائما يمزحون بها أو مستغربين، يقولون لك احنا جبنا الأتراك وجبنا الإيطاليين وجبنا البرتغاليين إلى هنا كضيوف، والضيف أصبح قاعد هنا، كما نحن في المغرب نقول بتن بت، يعني جلس هنا وغرس نفسه. يعني لكن حاليا الوضع اختلف، لأنه في تلك الفترة كانت ألمانيا بحاجة إلى يد عاملة رخيصة. الآن ألمانيا لم تعد بحاجة إلى يد عاملة رخيصة، ألمانيا أصبحت الآن بحاجة إلى كل الأسلاك، بحاجة إلى معلمين، بحاجة إلى أساتذة، بحاجة إلى دكاترة، بحاجة إلى مهندسين، إلى موظفين، إلى 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 ممرضين، إلى ناس، يعني بناي، سباغ، نجار، سائق، بحتاج إلى كل شيء. يعني الفرصة أمامك، ولا تقول لي بأن ألمانيا تريد أن تستغلك. كيف تستغلك وهي تقول لك يا أخي أدرس يا أخي؟ نحن يعني في السابق في الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات لم تكن دروس شيء يسمى دروس الاندماج، هذه الأمور لم تكن. كانت طبعا الواحد يمكن أن يتعلم اللغة الألمانية لكن من جيبه الخاص. الآن تغير الأمر وأصبحت إمكانية بشيء يسمى دروس الاندماج، تدفعها الحكومة الألمانية إلى غاية البي أينس، يعملون السياسي، تعمل البيت سفاي على حساب الحكومة. هذه الأمور لم تكن، فكيف يريدون استغلالك وهم يعلمونك لغتهم، وهم مستعدين يعني يفتحون المجال للأوسبيلدونج، يفتحون المجال للدراسة، يفتحون المجال لكذا وكذا وكذا، أبواب كلها مفتوحة، أبواب أيضا مفتوحة للأطفال، يعني أطفالكم، أطفال الجميع، اللاجئين عادي يدخلونهم إلى المدرسة، من حقه يدرس. الفرصة كبيرة. لا تقل لي شخص يريد أن يستغلك ويدخلك إلى بيته ويدخلك إلى داره ويعطيك حق في الإقامة، حق في السفر، حق في السكن، حق في العيش، حق في كذا، في كل شيء، وحق في الشغل، حق أيضا في الشغل، وهذا أمر جد مهم ولا يجب علينا أن ننساه. لذلك ألمانيا لا تريد استغلالنا، لأن ألمانيا يمكن أن تستغني عنا وتجيب ناس من أمريكا الجنوبية، أو تجيب ناس من
من أوروبا الشرقية، أو تجيب إسبان أو تجيب برتغال أو رومان أو بولونيين أو روس. إذا لا يوجد هناك شيء اسمه استغلال، ألمانيا تريد أن تستغلني لأن كي أدفع الضرائب. من حقي ومن حقك أن ندفع الضرائب، إذا اشتغلنا ولم ندفع الضرائب فإن الحكومة ستفلس. يعني حتى من أين تأتي ألمانيا بهذه الفلوس للمرتبات؟ من أين ألمانيا يعني تعمل الطرقات؟ من أين سوف تبني المدارس؟ من أين سوف تبني المستشفيات؟ من أين سوف تؤمن التأمين الصحي؟ من أين سوف تدفع رواتب المعلمين والموظفين والدكاترة وكذا؟ من أين؟ إذا لم ندفع ضرائب من أين هي أصلاً سوف تمول كل هذه المشاريع؟ شيء لا يعقل. ونظام الضرائب واضح، من يكسب قليلاً لا يدفع ضرائب، من يكسب بشكل متوسط يدفع ضرائب متوسطة خفيفة، من يشتغل كثيراً يدفع ضرائب كثيرة. وكما قلت لك كما أقول لكم، الفرصة أمام الجميع، أنتم وأبناؤكم وأنا وكل الناس، فرصة كبيرة مفتوحة، سوف يخرج عدد كبير من الناس إلى التقاعد. هلموا تعلموا فقط اللغة واشتغلوا على حالكم، يعني على حالكم شيئا ما، وإن شاء الله سوف يكون الخير، والإقامة أيضا الدائمة مضمونة والجنسية مضمونة إلى آخره. لكن لا تحاول يعني لا تجعلوا هؤلاء الناس الذين يريدون فقط أن يسيطروا عليكم كي تفشل. يعني يحكي لك ألمانيا تريد أن تستغلك، لذلك لا تتعلم اللغة، يريد أن يفشلك، هو يتعلم اللغة، أنت لا تتعلم اللغة، هي تتعلم اللغة، أنت لا تتعلمين اللغة، هي تحصل على وظيفة كبيرة في المستقبل لأنه لا يوجد شخص يشتغلها، فهي تشتغلها، يكون عندها مرتب جميل، تحصل بسرعة على بيت، تحصل بسرعة على شقة، تشتري سيارة إلى آخره، وأنت لأنه لا فشلوني. يقولون الناس، قالت لي وحدة، قال لي واحد، ألمانيا تريد أن تستغلني، لذلك لن أجعلها تستغلني، لن أشتغل، لن أدرس، لن أشتغل. يعني كلام صراحة كلام ليس بالصحيح. أوكي أحبائي، هذا يكفي لهذا الفيديو، اكتبوا لنا رأيكم، نريد أيضا من خلال هذه الفيديوهات أن ننشر الوعي، ننشر المعرفة، ننشر ثقافة جديدة، ثقافة متفتحة، ثقافة ناجحة بين أبناء شعوبنا. هذا هو هدف هذه القناة الأول والأخير. سأكون شاكر إن نشرتم هذا الفيديو كي تعم الفائدة، وكتبت رأيك وكتبت أنت أيضا رأيك ونشرتم هذا الفيديو، انشري هذا الفيديو، انشر هذا الفيديو، انضم إلى القناة بالضغط على زر الإعجاب، تفعيل الجرس. إلى اللقاء إن شاء الله في فيديو جديد ممتع ومفيد بإذن الله. أحبكم في الله، إلى اللقاء.